معي ومعال. احلى شنطه ناقص سعر حاجه كده لا لا كمان شنطه 4:30 يا بصل يلا عشان مصر. المبادرات اللي بنقدمها لشعب السويس بالنسبه لحزم مستقبل الوطن هي توفير الفرق ما بين بيع الجمله والتجزئه بيمثل فرق كبير جدا. وزي ما حضرتك شايف فعاليه الخضار النهارده اللي جت بناء على الاسعار المتزايده بصوره غير عاديه لاسعار الخضروات في الفترات الاخيره، فاحنا قلنا نوفر على شعب السويس الفرق ما بين الجمله والتجزئه. الحمد لله يمكن النهارده نوفر على شعب السويس في الخمس فعاليات اللي عملناهم في الخمس اقسام لا يقل عن 300,000 جنيه فرق ما بين الجمله والتجزئه. شيل واحد حاج خد اثنين حاج واحده اعملها ليه؟